وجد مولانا كامل هون، راني شاكلته على هذا الموقف اللي وقفته مع ولدي، ونطلب من مولانا ومنكم تم ولا ماشي نفذر الى الاستقلال ان شاء الله. وبغيت ولدي يتم ماشي فذر واحسن، ونشكر الشعب الصحراوي كامل باسره. كلمة إلى أبوه، أبوه أبوه مسكين حاله، أبوه موجوع في الفراش موجوع حتى، وجي يزورو ولا خلاوه، ما خلاوه يدخل، جا المطار العيون محتل، وأنا جيت ليا المطار ولا خلاوني نشوفو، وطالبة من مولانا والحقوقيين والشعب كامل صحراوي انه يوقف معانا في الموقف. جزاكم الله عنا خير، ورانا موكلين الله على المغرب، موكلين الله على بوليس المغرب وعلى ما خزنوا كامل، راني موكله عليهم مولانا، ما خلاوني نشوف ولدي ولا خلاوني نشوف ابوه، شاكي بهم مولانا، لا بديل لا بديل عن تقرير المصير.